أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة ولدت قبل رمضان بأسبوع ثم بعد رمضان توفيت وهي لم تصم رمضان، علما بأن أولادها كلهم قصر. نعم. امرأة يقول أحسن عليكم: امرأة ولدت قبل رمضان بأسبوع أي. ثم بعد رمضان توفيت وهي لم تصم رمضان، علما بأن أولادها كلهم قصر. حتى ولو كانوا بالغين ليس عليها شيء، لأنها افطرت العذر ولم تتمكن من القضاء فليس عليها شيء. نعم.